ما شاء الله يعني البلد دائما الناس يعتادون جول المكلة هنا من كل مكان. يعتادون من أول لأنه كانوا هذا مشهور البلدة مش من اليوم من أول بس ما هي بهذا الشكل. كانوا ناس يدخلون من البدو ومن الحضر ومن الحضر يدخلون عادي للغسلة. لكن قلت لك فيها أماكن يعني ما تسبب خطورة طول. حتى لعب مسجد الغالبي. مسجد الغالبي منه قدام مكان يقولون الحصات 20 في مكان مغلات يتغسلون. في خلف برضو يعني في الخياس حتى العقب الهلابي يعني معلتنا برضو في مكاين قلود كثير يتغسل زي تتغسل زي ما انت عايز. يعني القلود هذه يعني هل الناس مواطنين يعملونها ولا الحكومة ولا لا الدولة لا ما ولا عاد علينا بدون اعلان لا حكومة متعني ولا احد معلونة اغنى من دون شيء. عند الصيادين يعلنون بها وعند الخلف يسألون متبعي البلد متبعي بالبعض هي لما يعرفون يشوفون الشمال قد معتادين هو يبرد البحر. طيب البحر خلاص الان من البلد وما فوق خلاص يبرد ولا يرجع لا ممكن يبرد لانه قد مثلا في نص البلد هذا قد انه ماشي الشمال يكون البحر ماشي يبرد ده. لكن عندما تزيد الشمال يتكاثر تزيد برودته اكثر. حتى في بعض صيد عشان بعض صيد حتى من كثر البروده تحت ينزل لك الى تحت تخف عليه البروده واذا ما درك الى تحت ممكن حتى يموت وتصيد الباب من شده البروده يعني. ممكن البروده يموت كثير صيد. نعم طبعا النزول للبحر معروف انه في موسم البلده صعب جدا الناس تنزل البحر كذا وتصطاد وكذا. كيف؟ اقول لك يعني صعب انهم يصطادون الصيادين في ظل هذه الموجات والبروده وكذا. لا هم يصطادون يعني على الصيد هذا مثل الصيد هذا مثل الشروي مثل اليحدر مثل لانه يكون نقطاف في نص الميتين ما يكون تحت ما صيد القشار. اللي يصطاد ويتاثر الاكثر في البروده هو صيد القشار. اللي هو تحت هذا ينزل الاعماق يموت وبعضه ينزل لتحت. طبعا محمد معروف انه يعني في موسم البلدي يتزامن مع موسم الخريف كمان. طبعا ايوه ما يعني لانه حتى في التمر مقربين البدو لما عين يقول لك عين في اول البلده لازم بتيب تمر حتى لو ملا يدر. يقولون مثلا الصباح او خري الظهر او خري الصبح قال لك عينت بالنقل ما حصل شيء قال له خري العصر. لأنه ميربين قال خري العصر لازم تحصل عجيب خري العصر يجيب لك من بعض نقل التمر يعني فعلا يبدأ لأنه موسم مضبوطة خلاص عارفين أنه البلدة ما بيخلف في بعض النخل هذا البواكر هذا البواكر وما بعدها خلاص يسبر التمر يرش في كل النخل انت شو في 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 ربع البلدة في بداية البلدة خلاص يبدأ موسم الخريف لكن أول هذا لابد بدوا يتنبهون كثير. نعم من هذا التمر من هذا كانت مواسم مثل الدرام مثل الدخن مثل المسابلي مثل الطعام مثل الدرام المهندي في كل المكاين المزارع والأماكن. نعم طبعا البلدة والمكلة تحديدا يمكن أحيانا مع موسم البلدة يكون فيها أشياء خاصة تحصل في المكلة مثلا تشتهر او تنتشر او تظهر بشكل كبير مثلا الباخمري هذا والوجبات اللي تصاحب أيوة الباخمري هذا اللي قوله وجوبعه كثير وزاد على قومه هذا هو ولق ما هو تراثه لانه يقولون له ممتاز والكلمه السواحليه كلمه ممتازه وهذا اللي منقول علينا لكن حقنا نحن التراث الخبز الدراء الخبز هذا الخبز مو كله دراء القضوب والخمير والبر هذا حتى ما قلت لك البر هذا نوعين في بر يكون في داخل البيت وفي بر حق الزواهي حق الزواهي هذه خاصه يقول الشناوي يقول له نعنع يقول له عبد يقولون له تركب يختلف عن حسنونه يختلف عن هذا حسنونه اكثر واكثر هذا حتى اصحاب المطبخ اللي يجلسون يطبخون تعال يندرون لهم منه البسطاي الوجبات اللي تشتر هنا في هذه كانت تشترون كان قليل مثل جمعه مساعان وهالمساعان ومثل ذوذا وكثير من هذه يقولونه بس ما هو بهذا الشكل يقولونه اكبر واكبر اكبر من هذا يعني. اكبر من هذا يم ما هو قليل لكن بنفس الفكره ونفس الطريقه وكذا نفس الطريقه ونفس الفكره بس اللي كان الصليط يودي فيه سنقفوره ولا يتكرر وايد كذا ما يتكرر.
والورق يطرح لك مثلا يطرح لك كان ما في السلل هذا النايل وما في كان الا ورق عاديه لفافه يطرحها فيها وخلاص. ايش من وجبات غير الباخمري برضو وجبات شعبيه صياديه والمش عارف ايش ولا الصياديه كانت والوقله عندنا والبرياني هذا البرياني هذا يكونوا بعض في بعض يعني عزايم صغيره وفي بعض اللي يكونوا للبيوت ما معزوم عندك ولا شيء وعزايم صغيره حتى في زوايات بس زوايات صغيره هذا البرياني والصياديه والوقله هذا معروفه في البيوت كلها فوق اقصار دهره غالبا يكون اقصار فيه دهره لا ما في معك صيد دهره يكون فوق صيد مقلي هذه الوقله واغلبها كانوا اول كان سليط بقع رخيص اغلبهم يصبغون الرز هذا بالسليط المعصره ايوه وهذا الرز بعضهم يقول له حتى البنادل فوق رشه ايوه يعني تعطيه حاجه حلوه أدرى بعدين السمن والسليط كان ما في غش في طول ما في خلط كان كله مباشر يعني ايوه ما في طول من هذا وفي الزواجات ايش الوجبات الكويسه؟ الحوايات مثل لا الزواجات الحوايات خلينا نتكلم عن الحوايات السياديه هذه مثل القرفه الفلفل القرنفل الهيل الشبرم هذه يقولون الحوايات هذه الشبرم البهارات يطبقونه كل هذا مع بعض.